صباح الخير، صباح المحبة، صباح مليء بالطاقة الإيجابية على عيون متابعي ومشاهدي قناة زاغروس الفضائية. اليوم حلقتنا راح نتحدث فيها عن أهمية المطالعة وما هو آخر كتاب قريته. خليكم ويانا. آخر كتاب أنت قرأت؟ هدية من صديقة أحبة دكتور مجيد سامراي أطراف الحديد، كتابة عن شخصيات العراقية بكل المجالات، كل الاختصاصات، المثقفين، مجال العلم، الطب، الفنون التشكيلية، المطربين. أول شيء أبتدي بيت شعري من عندي. صديقي أحاسبه كل يوم، كتابي وقلمي يكتب قليل من كثير. ضم صديق يفيدني، وفعلا دي يفيدني ينورني، هو الكتاب. لأن الآن تقريبا الصداقة ما بيها وفاء تماما، وأكثرها ماديات ومصالح نتيجة الظروف اللي مريد نحكي بها. الكتاب صديقي ينور العقل، يهذب النفس، يخلي مجتمعك مرغوب أينما وجدت وأينما التقيت. يعني إذا كانت الدراسة في وقت معين هسه ما لها قيمة، لا، يجي عوائل قيامة أكو لا تزال تقدر الثقافة، تقول لك هذا عنده ملياردير لكن ما عنده شهادة. لا، من نطيب اثنين نطيب اثنين مثلا، حتى إذا يضعون مشهد تلفزيوني ويقول لك لا ما يفتهمه. لا، انت اذا ما متنور بالعلم يا اخي من البدايه، ما علينا اذا كانت المدرسه مو متدرس او مو شيء، انت اطلع. ليش يقول لك المجتمع المدارس؟ يعني انت اذا ما تحتك بعشائرك وذويك وتسمع من هذا كلمه ومن هذا كلمه وتتعلم، اقرا. والله المطالعة ماكو أحلى منها. المطالعة هي عنوان وهي كلمة، ولكن مع الأسف اليوم نشوف في الوقت الحاضر عدم القراءة لدى الشباب، وبين قوسين نقول نسيت الكتابة ونسى العلم ونسى كل شيء ما هو في العراق. لأن اليوم التعليم نشوفه ما يشجع للشباب على اقتناء الكتب أو درس الكتب. يعني أنا هسه دا أشوف من خلال قناتكم المعقرة، يعني هاي المكتبة هي تضم عدة كتب، وطه حسين وغيرهم ومن العمالقة، ما أشوف إقبال الشباب على قراءة الكتاب. لأن الذاكرة اليوم أصبحت التواصل الاجتماعي وكثرة الأخبار، فتناسوا القراءة. احنا في جيل الثمانينات والسبعينات كنا نقرأ جرائد كتب، اما الشباب الحاضر الان نسى الكتاب تقريبا. انت من كنت شاب لحد هذا الوقت كم كتاب قارئ في حياتك؟ والله انا كنت يعني والله تقريبا يعني 100 كتاب، يعني بس مو احفظهم حفظ، بس اطالع جرائد، اطالع كتب، اطالع يعني حتى الكتب العباقرة. أما حاليا مو أقول لك أنا متواصل ويا الكتاب، لأن اليوم مثل ما تعرفين التواصل الاجتماعي وكثرة المواقع الإخبارية وغيرها، فنبقى على الموبايل على التواصل الاجتماعي. بس نبقى إحنا يعني جيل السبعينات والثمانينات، نبقى يعني كتاب هو صديقنا. أولاً المطالعة هي قيلت سابقاً هي غذاء الروح، وقيلت أن في البدء كانت الكلمة، والكلمة هي المطالعة. لذلك المطالعة تغني الإنسان أدباً، خلقاً، علماً، معرفة. مثلي لا يسأل هذا السؤال عن المطالعة ولا غيري، لأنه في الفلسفة هناك سؤال
يقول ان او ملحوظه تقول ان اشكل الاشكالات توضيح الواضحات. فلا يمكن الان ان تسالي اي شخص وتسالي عن المطالعه، تسالينه عن المطالعه سيقول المطالعه غير جيده مثلا. فمساله بديهيه، المطالعه هي قيمه عليا للانسان. نحب المطالعه ونحب نطلع على امور هواية تطور بحياتنا، واكيد شيء مهم المطالعه بالنسبه احنا كشباب، تعرفين نحب نطلع على هواي امور خصوص المطالعه. اخر كتاب قريته؟ يعني احنا قارين هواي كتب، وخصوص قرينا كتاب الشعر والشعر الشعراء عديد، مثل الشعر الوجداني، الشعر الملحمي، هواي قارين كتب. حث الشباب على القراءة بما أنه هسه شباب مبتعدين عن هذا الشيء حاليا. والله القراءة شيء ممتاز، يعني القراءة شيء ممتاز، واحد يطور من معلوماته، تعرفين احنا متعرضين لهواي امور، فكل ما تطلع عن كتب تتعمق باكثر. فالقراءة شيء ممتاز، انا انصح على كل شخص، كل انسان يطلع على الكتب وعلى هواي امور. المشاهدين، نأتي إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم، ومثل ما شفنا آراء جميع الناس حول المطالعة والمعرفة، وهذه انتقالة إلى الزملاء داخل الاستوديو.